واحد بالله دفعة قوية ها اثنين ثلاثة عندي عبد الله نجيبان بين اثنين لا عبد الله نجيبان بس نختار عبد الله نجيبان عبد الله نجيبان خلاص جو هيد يلا يسأله ابدا محمود ابدا انا الحين اشوف الناس اسئله لان قليل الناس هو الاثنين يسالون بعض بس ولا لا بما انها قليل خلي الكل يسال عبد الله نجيبان ارحب فيك سؤالي لك هذا اللي مستلمنا هل تتوقع انك راضي عن نفسك في اليوم 75 في برنامج حياتك الموسم الاول الحمد لله راضي عن نفسك مقتنع تمام القناعة؟ لا. طب إذا طلعت وتفاجأت ردة الفعل؟ ردة فعل مين قصدي؟ أي شيء في الحياة. سؤالين. سؤال. طيب بالعكس. يعني أنت راضي عن نفسك؟ خلاص سؤالك الأول شقة أنت راضي عن نفسك. يلا تفضل يا. دائما الخطأ. تفضل يا. نبي. إيش البرامج اللي تحب إنك تقدمها؟ هل هو برامج حوارات، برامج اجتماعية، برامج أطفال، برامج إيش؟ اجتماعية. جميل. حلو الجمع. الله يسعدك بس سكوت حسب هذا السؤال الحبيب بن جبان الحب مليون طبعا بسالك سؤال لكن اتمنى انك تجاوب بكل صراحه هذا من الاخر جاي طيب شي صوتك راح ارفع صوتي فاقول لك سؤال يعني انا كاني سمعت ان ضحكتك هذه كنت ترتب لها قبل البرنامج بشهر هل هذه حقيقه او والله يمكن اصور لكم مع اخويا بالدوام تتأكد ان ضحكتي هذه من زمان يعني إيه. كويس يعني جاينك اسئله جيش الله يستر طيب ابشر قاعد لك ابي اكون جري اليوم عبد الله نجيبان لبيه سؤال هو سؤال واضح سؤال هل انت فعلا مثقف ولا تدعي التثقيف؟ طبيب انا ما اقدر اوصف نفسي او ماي جاد انا ما اقدر احكم على نفسي لكن بشكل عام ان شاء الله بنطلع نشوف الجمهور وش يقول لا اتكلم انت انا عن نفسي ما اقدر احكم اقول انا مثقف طيب ليش تمسك كل شيء كتاب لاني احب القراءه بصراحه يعني مثقف ارتاح نفسيا تثقف يعني خلاص إيه؟ احب اثقف لكن لا اوصف نفسي بالثقافه من اعلى الى اعلى يا قلبي شكرا حبيبي ما عندي سؤال يا ابو هذه سكيب لا يسوي حريته هي حبيبي عبد الله سويت سكيب يا بعد سبني حبيبي عبد الله بسألك سؤالين في خاطري السؤال الأول فقدنا ذيك ابتسامة سعيدة وصباح جميل وصلوا على النبي كان في حيوية الحين اللي فقدتها شوي معليش يا عبد الله أكلمه صراحة هذه الأولة يمكن عاد تشرح الأسباب الأمر الثاني أنه أنا تفاجأت في يوم من الأيام ذكرت عن نفسك أنك أنت كنت مقدم في برنامج أو في راديو أو في إذاعة أو في حاجة زي كذا كنت مقدم تلفزيوني أو مقدم في إذاعة لا. بس ما شفت هذا الشيء إن متى ذكرت إني مقدم يا أخي أنا سمعت إنك يوم الأيام على برنامج أو اللي كان كنت نواهم إنك كنت يعني برنامج اجتماعي وحاجة زي كذا مقابلات أو مقابلة لا سويت لي مقابلة هي لكن ما قدمت ما كنت فيها ولكن أيضا إجابة على سؤالك أنا ما توفر يعني الفرص اللي توفرت حاولت إني قد ما أقدر استغليتها يعني سويت مع حبيبي محمود هنا لقاء في المطبخ كان وسويت مع فيصل بن قرب أكثر من لقاء أيوة وسوينا أشياء كثيرة إي والله طيب الله يسلمك حبيبي الله يسلمك أيوة أبو عابد هذه حقة البرايم أنا عارفها يلا أبو عابد أول شيء هذه أهدية لي استخدم أحبني السؤال يا عبد الله نجيبان لبيت في منى في سؤال بسألك إياه عن معلومة أبغى أشوف عادي هل عندك جرعة تصرح فيها هنا أو لا صرحنا بأشياء الأسئلة الصعبة ترفع جرعة أنا أسألك سؤالي جرعة طبعا هل عند عبد الله الجرعة يقول كلامه اللي قاله لي بداية البرنامج يوم كنا في المجلس اللي هناك وكان كنت أنا وياك عبد العزيز رقت بعدين أنت قلت لي كم كلام عن شخص برضه عن شخص علشان إيه وعشان توصل لحاجة تبغاها أنت يمكن من الأسباب اللي دخلت كنا حتى تقول أنا طموحي المكان هذاك قصك محمد بن حيد حمد بن حيت بس على اساس توصل ليش ايش تبغى؟ هل ما عندك مشكله تقول او لا؟ انا ما عندي مشكله بس بتذكر الكلام اللي انا قلته لو ذكرني بعض الاشياء انت تبغى يمكن
تروح قناة أو زي كذا. قناة ثانية هذه وأنت حلمك تروح القناة هذه. إيه. قصدك إيش قلت لمحمد بن نحيت؟ أيوه إيش قلت لمحمد بن نحيت وهل أنت تبغى القناة فعلا هذه ولا لا؟ أكيد أنا تحلمت فيها. إيه ما عندي مشكلة بالعكس. حبيبي أمسي على أبو فيصل بالخير. محمد بن نحيت صارت بيني وبينه معرفة وكلمته أبغى أدخل الإذاعة، خاطري أشوف الإذاعة. قال ليش تدخل الإذاعة كذا بس تشوفها؟ أنت عبد الله مو مستشار قانون؟ قلت له خلاص خذ بإذن الله جهز نفسك في لقاء على الإذاعة هذه اللي هو فيها في برنامجه هنا أثر أعتقد اسمه. كانت أسعد من لحظة، كانت أكبر فرصة لي، ومن هنا انطلقت إعلاميا يعني. حتى أذكر نشر سنابي ما شاء الله تبارك الله وصلت إلى يمكن حوالي 100 سناب على الخاص كل استشارات قانونية. السلام. الحين صراحة خلاص عاش لقاء شباب. الله يقضي بعظم عليها كلها. أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله الله يحييك. بعدك حبيبي، فرصة سعيدة والله. وأنا أسعد. عبد الله قبل يومين كان متضايق وجيت سألته حلو إيش فيك عبد الله متضايق؟ قال لي في شيء كان في بالي وما أدري إيش. وقلت عبد الله إحنا ما تقولنا إحنا إخوان وكذا، طيب قل لي إيش في بالك كذا، إحنا نفضل بعض وكذا. قال عبد الله والله في شيء انا تفاجأت منه وما ادري ايش ولا لا 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 انا الى الان ما ادري ايش هو. اذا يحتاج صراحه طيب هي على قولتهم كل شيء احنا قلناه. انا يعني صارت في اشياء كثيره وتنازلت عن اشياء كثيره علشان ادخل هالبرنامج. حتى يمكن الوالد عاتبني في البدايه انه ايش الشيء اللي انت ايش الثمره اللي راح ترجيها من هالبرنامج. قلت عند الله الخير انا ما ادري لكن انا مرتاح. فهل الاشياء اللي انا تنازلت عنها يعني او الاشياء اللي انا ضغطت على نفسي فيها كنت متوقع اني اقل حاجه بطلع فيها في البرنامج اني بحصل على احد المراكز الاولى لو كان الثالث. بالنسبة لي ما تفرق. زي ما قلت أنا هدفي في الأساس إيش اللي أنا أبغى أوصل له. فبعد ما شفت أني دخلت البرايم وبعدها جت القوة الثانية ولا قصر أبو صلوح زين، بس يوم قال لي أن دعوة الوالدة ارتخيت يعني ما عندي مشكلة. دقيقة أنا والله ما كنت معكم بس هذا كان أحسن لك. إيه والله راحت عليك المراكز الأولى بعد ما جت قوته يعني لا مو بس هو جاء قوته. أنا قلت عن اليمين وعن الشمال يعزين سعد الكلثم فتقول تعززي في الذات تقول والله إني فرحت. متى؟ أبو ذا الوجه. متى؟ متى قلت؟ صالح 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 لا تتهمني اتهامات هو تفضل باطلة. متى قلت لك؟ ذمك طلعت الصراحة ترى بذمك ترى ذممتك يا حسرتي يا دعواتي ايش يمه والله يا ذمتي هو تفضل. لا لا ما قلت انا حبيبي والله يا ابو عابد بس ثق تمام اني ما في يوم من الايام. طيب سؤال انا قلت لك فعلا عززت لك هناك بذمك والله انا اذكر انك سولت لا ما قلت المرة الثانية بدري المرة الثالثة جينا قوة بعد لا هنا وجهك ترى مبسوط يعني حاول. طيب اذا بتسولف في سالفة ثانية وجهك يكون معبر انا اصنع علي ابتسامة بعدين اشوف وجهك ال ورا ما تسلم بعدين هذه قلناها قبل شوي على فكرة او على كل بس لا على ذا الطاري ثق تمام ما سواء انت ولا غيرك كنت مع قوة والله العظيم اني ما اتعمد ان خابت اكيد بس استهبال مزح برنامج نضحك لا ما له علاقة بس انا زي ما تقول هي كذا جت بالخاطر اني الشيء الطموح اللي انا ابغاه اوصل له الاشياء اللي انا تنازلت عنها كانت قدام عيوني هذا كبرى فجاه اللي مكتوب بيجيك ان شاء الله الحمد لله. هذه هذا اللي انا استفدته من الكتاب اللي انا قريته شفت الثقافه ايش سوت فعلا وشكرا محمود والله لما اعطاني هالكتاب. طبعا انا شفته مع الكتاب قلت له تكفى ابي قسم وشو الكتاب؟ ترى الحياة عجيبة ليوسف الهاجري. أنا كلمت فيك يوسف الهاجري عموما تراها نزل سناب عنك والله؟ حبيبي حبيبي تقرأ الكتاب حق يشرفني ويسعدني
المشكلة انه كتابي انا تتويج. ايه قد قال اشكرك. خلصت فواز؟ لا لا على طاري فري والله عتبان والله. ايقنت ان الله سبحانه وتعالى بيدها الخيرة، وايقنت ان الله سبحانه وتعالى كان يبي يقربني اكثر له. فرحت صليت المغرب اول مرة بحياتي وقلتها واقولها مرة ثانية، اول مرة بحياتي اسعد واستلذ بالبكاء بالدعاء بحياتي كلها، اول مرة اذوق هالشيء هذا. يلا لك الحمد، كان اجمل لحظة. الله يجعل ايامك كلها سعادة ان شاء الله. دبيه الله يستر. تخيل انك برا المنافسة علشان ما يكون سؤال تقليلي، ولا انك برا المنافسة يعني تخيل انك متابع خلف الشاشة. طيب مين تتوقع من الشباب ياخذ المركز الاول؟ قلت انا حددت يعني بصراحه انا اشوف انسان مجتهد مثابر وليد. توقع المركز الاول وليد؟ سهل جميع الشباب يسالك. عندك السؤال ترى. ايه اسلم. طيب انا كان في بالي سؤال بس جاء سؤال من اجابتك. حلو. انت قلت هنا كنت وكنت ارى اشوف 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 فجاه وش تعني بهذه؟ هذا سؤالي عشان بس اختفى كل شيء، اختفى الحلم او اختفى الطموح او اختفى الشيء اللي انا كنت ابغى اوصل له. يعني المراكز نصيحة والدك الحين كان يقول زي كذا ان الان وجودك في البرنامج ابدا اذا المركز الاول ولا ما استفدت شيء. لا ما كان الوالد ناصر، كان الوالد يقول بالنسبه لي انا اقول لك اني انا راح كل حلمي ما له دخل. الوالد اساسا ما كان عنده قناعه اني ادخل. لا انا اقصد انه لكن هذا شعوري اللي انا حسيته يعني انا عشان كذا سالت. انت فجاه جاك موضوع معين احزنك، انا احزني هذا الشيء، حسيت انه حلمي تلاشى. ولو انا كنت اعتقد الى الحين الحلم تلاشى ما شفت ابتسامتي وضحكتي وانبساطي وهبالي وصوت الغيمه يوم اني اقلده. ليش ما تقاطع البرنامج؟ الحين ما انا هذا اللي انا بوصل له. انا قال لي انا اخذت كلمه انه هو يقول انا في البرنامج كنت اطمح المراكز الاولى، ابوي كان يقول لي كذا ايش تبغى من البرنامج، وانا كنت اطمح المراكز الاولى. الان اختفى كل شيء. الان تبي جاوبتك على تقدر تمشي صح. تبي انا اجاوبك على موضوع ليش ما اطلع او انتهى الموضوع؟ لا لا يعني انا سؤال واضح يا عبد الله، انه انت تقول انا كان لي طموح وابوي كان يقول لي ليش تبغى من البرنامج. ابوي موضوع ثاني. لا لا انا بدايه من سؤال ابوك انت اعطيت اجابته انه انا طمعت المراكز الاولى. حلو تمام، هذا هدفك. حلو. انت المراكز الاولى وايضا جميل. بشكل عام اني اظهر نفسي اعلاميا واستفيد اعلاميا. يا سلام، انت إيه؟ انت حطيت نسفت المراكز الاولى مع الاستفاده الاعلاميه وقلت كلهم محم إيه؟ يعني خلاص انتهى كل شيء، لانه هالمراكز الاولى ايضا بتوصلني للحاجه اللي انا ابغاها اعلاميا. يعني انا حاط لي خطه من ضمنها. طيب. وعلى فكره على فكره ما وصلت الاجابه انا على فكره أنا على فكره عشان تكون بالصوره معلش ما وصلت الاجابه هذه انا كان يعني جاوبني قبل شويه وشويه الطمر ما ادري انت كنت في يلا خلاص كان قطع فيه تبس كبس والله اني ما ادري والمعلومه يلا يلا مو يلا يلا طيب انت وضح لي السؤال بالتحديد والله كان سؤالي واضح والله كان واضح هذا اللي جاب الواضح يلا يلا يا شباب استعدوا لحظه ابو خالد وراك لا ابو خالد اه يلا خالد هنا